اغرب حدود عديتها في حياتي. بصوا الحدود عامله ازاي. احنا راكبين ورا تلاته ساعه تقريبا. ساعه تقريبا يركبونا تاكسي بالعافيه. عشان ما اعرفهمش في عربيه بتتمشى في الملعب. الراجل ان هو كان عايز يبيع لي يعني حاجات. طلعوا لك السكينه. اهلا بيكم في الدوله رقم 69، اغرب دوله واصغر دوله والدوله اللي لحد دلوقتي مش لاقي فيها حاجه اعملها، دوله غريبه. اهلا بكم في جامبيا في غرب افريقيا. خلينا نتفرج على جامبيا من اول ما اتحركت وجيت من السنغال. رحله كانت صعبه متعبه شيقه. يلا بينا نشوف الدوله الغريبه، اصغر دوله في افريقيا. ادونا لايك وكومنت على الفيديو ويلا بينا نبدا. فيديو جديد، يوم جديد. ايه الراجل ده عايز يودعنا. Have a nice journey. Thank you for your stay. I love Egyptians. It's like Egyptians. Egypt, the coach, Ahmed Salah, everybody I love. The Faraon. الراجل ده اللي انا كنت ساكن عنده، ودلوقتي هنتحرك لدولة جديدة وبلد جديدة. الدولة رقم 68 في رحلتي إلى دولة جامبيا. تقريبا دي تعتبر أصغر دولة أفريقية برية مش جزيرة. فاحنا دلوقتي هنتحرك على جامبيا. رحلة مش بعيدة ولكن فيها شوية لخبطة، لأن أنتوا عارفين الدول الأفريقية للأسف الطرق والحاجات كلها مش منظمة. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح. صباح. هنتحرك دلوقتي. أنجاي. في بنت كانت ساكنة في السكن اللي أنا ساكن فيه من جامبيا، والنهاردة رايحة على جامبيا. هنروح ناخدها وهتساعدني شوية يمكن في الطريق. الطريق لجامبيا بقى في إيه؟ عشان هناخد غالبا ميكروباصات، وبعد كده نوصل للحدود نعدي، فناخد عربية تانية، وبعد كده ناخد عبارة نعدي من حتة نروح بيها العاصمة الجامبية وهي بنجول. أغرب اسم عاصمة شفته لحد النهاردة. تعال بنجول يلا. جبنا الست وهي راكبة ورا، احنا بنوريكم لما ننزل. بتسألني أنت من فين؟ أنا لسه ما اتكلمتش معاها، أنا ما أعرفهاش تماما. بقول لها أنا من مصر. قلت لها بكل لغات العالم. تقول لي مش عارفاها. أول مرة في حياتي زيارة 70 دولة تقريبا ألاقي حد مش عارف مصر. فأنتوا تخيلين جامبيا دي معزولة عن العالم قد إيه؟ هي أصلا جزء صغير جوه السنغال، يعني حدودها من الشمال ومن الجنوب ومن كل حتة ما عدا المحيط السنغال. فهي دولة جوه دولة. هي كلها. أوكي. دلوقتي احنا في محطة الاتوبيس، هي اللي جيت منها من شمال السنغال. وصلنا هنا اللي بدأت رحلتنا منها. المفروض ان دلوقتي هناخد عربية صغيرة، ما اعرفش شكلها عامل ازاي. الراجل ده ربنا يستر ما يكونش بينصب علينا. الست هي اللي ورايا دي، هي نفسها مش عارفة اصلا. غالبا هي أول مرة تروح السنغال، يعني أول مرة تسافر للسنغال وترجع جامبيا. مش عارفة أي حاجة. كنت فاكرها هتبقى فاهمة، بس غالبا أنا هبقى أنصح. يلي فيني فادا بار. إيسي؟ Non? Le bagage, on donne ça à gratuitement. Bagage. Non, je n'ai pas de problème de bagage. Pour les. Non. Les clients. Non, ça va remplir tout. This one, this one time, this one, là, you go. Ça va remplir tout. You have ticket, this one time, là, you go. Now. Have ticket now. You want another car? Okay. Okay, car. Can you plus? هنركب العربية دي تقريبا لحد الحدود، هندفع يعني في حدود ال 12 دولار، فمش كتير خالص. عربية ميكروباص. انا اول شنطة، غالبا هنستنى هنا كتير قوي. فده معناه ان احنا عشان نعبي 12 شخص قدامنا ما لا يقل عن ساعة، ساعة ونص. دلوقتي الساعة 11 ونص والطريق هياخد له 6 7 8 ساعات، الله اعلم الحدود بتاخد قد ايه. فاحنا شكلنا هنوصل بالضلمه، ووصول بلد افريقي بالضلمه مش احسن حاجه ولا احلى حاجه، بالذات بلد زي جامبيا، بلد فقير وما فيهوش اي حاجه. يعني انا مش عارف هروح فين. متخيلين ان انا بفتح العاصمه اللي هي بنجول الاقي فيها فندق واحد بس على بوكينج. فربنا يستر. ولكن بصوا هنا بقى، ما شاء الله، دي بجد شعب متدين. وده الشيخ الصوفي اللي كنت بقول لكم عليه اللي بيحطوه في كل حته، اسمه إلى توبة. غالبا للأسف غالبا طلعوا بيصبوا علينا. فاحنا دلوقتي هنروح نشوف العربيات الصغيرة فين. اللي ماسك الكاميرا دلوقتي واحد أنا معرفوش، أخدها من إيديا وقال لي هصورها، فربنا يستر وما ياخدهاش ويجري. أوكي ميرسي. أوكي دريا. أهو سافا؟ أي سافا. كومون تي تابيل؟ جوبي خليل الله. خليل الله؟ أي. مو أحمد. 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 اسمه خليل الله ما شاء الله. أي. ما شاء الله. اليا بوكو مسلم إيسي ها؟ بوكو دي مسلم.
80% sont les musulmans. 80. 80. واو. بيقول إنها 80% مسلمين سنغال. بس هي أكتر يعني. دلوقتي رايحين أنا شايف العربيات البيجو بتاعت الصعيد بتاعتنا. هي دي بقى. هو ده الكلام. هو دي العربيات. ده اللي بينجز. هنركب العربية البيجو الكبيرة لأول مرة في حياتي. عمري ما ركبتها في حياتي. أوكي. الست اللي راكبه في العربيه قدام منقبه ودي حاجه اول مره اشوفها في سفرياتي في افريقيا يعني محجبين مسلمين موجود لكن منقبه دي جديده دي استري بيبل دي ثلاث اشخاص في الظهر اوي 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 اوكي احنا راكبين ورا ثلاثه الشباك مش شغال معرفش بس الميزة ان غالبا كلهم معظمهم بيتكلموا انجلش من جامبيا many people speak English yes. اه you speak English in Gambia the general language is English the main language the general language اه اوكي اللغة الرسمية غير اللغة القبائلية بتاعتهم الانجليزية ده صاحبي ده اسمه امين 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 الامين محمد ها يا الراجل ده تقريبا اطول راجل شفته في حياتي وقاعدين ثلاثة في العربية سبحان الله على قدرة التحمل بتاعة الأفارقة يعني أنا 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 بصب عرق من دلوقتي لأن في شباك مش شغال ساعة ونص تقريبا ده أول بريك هو مش بريك دخلوا في الصحراء احنا طلعنا بقى من الطريق السريع بقينا دلوقتي ماشيين على الطريق رايح جاي هو ده وقفوا عشان يخشوا الحمام فطلعوا في الصحراء كده رجلي وقفت ظهري وقف بجد اوحش قعدة قعدتها تقريبا في سفرية في حياتي قاعد في النص وعامل كده مقرفص فالوضع صعب بناخد نفسنا بس بس زي ما انتوا شايفين الطريق بقى كده How many hours left? To borders تقريبا فاضل لنا 3 ساعات الوقت ما بيقلش No more auto route, huh? No more highway. Only, only this. Only like this. Yeah. And then we go to border. Yeah, we go like this. Day. Sometimes. Some yeah, sometimes. في حتة في الطريق بيقول لك بتبقى كده وإحنا ماشيين. أول مرة جربها بس فاضل لنا تقريبا دقايق ونوصل للحدود بتاعت السنغال وجامبيا وآخر قرية احنا فيها الناس بتيجي تحول لك فلوس وانت واقف في العربية العملة بتاعتهم اسمها دلاسي دلاسي وصلنا الحدود بعد تقريبا 5 ساعات ظهري اتكسر وقت ما اعدي الحدود السنغالية اوكي هنعدي الحدود السنغالية وهناخد عربية نروح بيها العبارة ومن العبارة نعدي للعاصمة خلصنا الحدود السنغالية الحمد لله هنروح دلوقتي الجنبيه في حاجه مش مصدقها مش قادر اصدق ان احنا عرب وحدودنا جنب بعض كتير حدودنا مقفوله مع بعض الجنبيين والسنغاليين ودول كتير قوي في غرب افريقيا حتى الموريتاني بيخش شو دول بعض بس بالبطاقه مش بالباسبور خلصنا حدود جنبيا ودخلنا ولازم في الحدود في الدول دي تعمل نفسك عبيط طلبوا مني فلوس عمال الراجل يقول لي شاي قهوه اي حاجه لينا مفيش حاجه لينا النهارده قعدت اقول له لا انا ما اعرفش قصدك ايه شاي ما انت عندك كاتل هنا اهو قال لي انت بتعمل ايه قلت له انا طالب فحسني غلبان قال لي خلاص يلا روح والحدود هنا مفتوحه الناس رايحه جايه هبل يعني الحدود تحسها سوق اصلا مش حدود احنا كده داخل جامبيا والست دي الصراحه ساعدتني قوي هنودع الحدود اللي هي بالنسبه اوكي اللي هي بالنسبه لي مش حدود قوي لان حتى علم ما فيش علم مرفوع العلم ميت وسوق
اسرع حدود اعديها في حياتي تقريبا، ولا بيفتحوا الشنط ولا بيتاكدوا معاك حاجه ممنوعه. وبعد كده بنعدي من قرى كده، هي قالت لي تعالى ورايا رغم ان كان في تكاسي ورا، فانا مش عارف هي عايزه ايه، بس انا يعني ما اعمل لها. بصوا المنظر في الحدود، واو بصوا الحدود عامله ازاي. هناخد التاكسي ده مسافة تلت ساعة نص ساعة بدولار ونص. الغريب ان هم بيقولوا هنا على العبارة بيقولوا عليها عبارة. وات يلا بعدين، بيقولوا يلا بعدين. ايه بتتكلم عربي؟ دي فصحى. فصحى الحمد لله. انت بتتكلم العربية؟ الحمد لله 100% 100% ما شاء الله. واو كيف الحال؟ الحمد لله. انت من جامبيا ولا السنغال؟ من اولاد غامبيا. جامبيا؟ ما شاء الله. ايه ده؟ العبارة بعيدة؟ مو بعيدة، لعل ساعة تقريبا. ساعة تقريبا. اه. يسبيك عربي. أين تعلمت العربية؟ في بلدي في غامبيا. في غامبيا؟ يعلمونك العربية؟ بكل صراحة، منذ أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي ثم إلى الجامعة. خدنا وقت والطريق كان جميل، ودلوقتي اظن احنا وصلنا في احلى وقت ممكن تاخد فيه العباره لو لحقنا عباره في الوقت ده، وهو وقت الغروب. اشترينا انترنت، الانترنت هنا غالي شويه، تقريبا دفعت 15 دولار او كمان يمكن 17 دولار عشان اجيب شريحه واجيب 13 جيجا، بس انا عندي هنا يومين فان شاء الله هيكفوني. بس القران شغال في كل حته، انتوا متخيلين ان انا في اصغر دوله في افريقيا واغلبيه مسلمين، بجد الاسلام داخل في كل حته في افريقيا بشكل جميل قوي. العباره اخيرا وصلت، انتظرنا تقريبا ساعه، الناس اعداد مهوله لان دي الطريقه الوحيده اللي تروح بيها من جنوب لشمال الدوله. الحل الثاني انك تلف وما فيش اي كباري، فيمكن تشيلك ما يقارب ال 300 400 كيلو. فاحنا واخدين العباره. اه العباره بتاخد عربيات، ركاب، بتاخد كل حاجه. هي دي العباره. للاسف ما لحقناهاش، الدنيا منوره فالنهر مظلم، ولكن هو ده النهر الجنبي، واحد من اطول الانهار في افريقيا. هنقعد هنا، تحسها سجن او عباره بتاعه لاجئين. يس يس سيت هير. النهر ده كبير جدا ومفتوح على المحيط، يعني احنا لحد دلوقتي بقى لنا 10 دقايق وبنعدي، ويعني بالعافيه شايف البر انها اتاهت. الموضوع بياخد وقت وعرضه كبير جدا، مفتوح على المحيط الاطلنطي زي ما احنا، زي موريتانيا وزي السنغال، غرب افريقيا كله على المحيط الاطلنطي. هنوصل هناك انا ما اعرفش اي حاجه، كل اللي اعرفه ان انا حجزت فندق في مدينه في منطقه بره العاصمه، لان العاصمه نفسها ما فيهاش ولا فندق، فندق واحد التقييم بتاعه 1 من 10 فسيء. كل الفنادق موجودة بره على المحيط على الشاطئ، عشان الناس بتيجي هنا من اخر فسحة واجازة، كأنك مثلا مصر كلها ما فيهاش غير شرم الشيخ. 45 دقيقة بالظبط الموضوع اخد، فالموضوع اطول من ما انا كنت متخيل بكتير. وكده نقول اهلا بكم في عاصمة جديدة ودولة جديدة، مدينة بنجول، العاصمة بتاعت جامبيا، مدينة بنجول. بص كمية الناس، بصوا الجامع مليان ازاي. اصعب مرة اكون فيها تاكسي او ناس، بجد مش بيسيبونا، واحنا عايزين نطلع بره العاصمة، وهي عايزة تاخد ميكروباص وانا عايز امشي معاها بالميكروباص، وهي اوكي عايزين يركبونا تاكسي بالعافية. فمش عارف، مش عارف اي حاجة، ومدينة ضلمة وغريبة زي ما انتوا شايفين، واقفين لنا ازاي بتوع التكاسي. أول حاجة قدام المينا دبي، حرير وقماش من دبي. هنطلع بالتاكسي اهي، الدنيا زحمة أوي. سنغال. سنغال، يا سنغال. You are from Senegal. No, I'm from Gambia. Why do you have Senegal? I like it, what's why. بجد لحد دلوقتي ما شفتش عالم جامبيا.
بيشتموني عشان ما طلعناش مع بتوع التاكسي وطلعنا مع الراجل ده. الراجل ده كان لذيذ ومحترم. سواء انت كاسي قاعد يزعقولنا. هي دي المدينة البنغولية. حرفين الساعة 8 دلوقتي وكل حاجة في المدينة قافلة ومظلمة بالمنظر ده. معرفش عشان ده سوق اللي قدام المينا فهم بيشتغلوا السوق الصبح ولا عشان المدينة كلها بتقفل بدري. حاجات الخليج كتير هنا قوي. استيراد الخليج حرفيا يعني المحل اسمه كده. وعليه كل الحاجات بتاعة الخليج. البضاعة. وده اشهر معلم سياحي عندهم في المدينة. ده زي متحف في الدور اللي فوق. يعني متخيلين ان ده فعلا اشهر ميدان واشهر معلم في العاصمة كلها. انا مش عارف انا بعمل ايه هنا. ولكن دولة جديدة واكتشاف جديد. نكتشفوا مع بعض هم يبقى. حرفيا البلد ضلمة. ده الهايواي الرئيسي في الدولة كلها. مع اتنين معرفهمش وماشي في حتة مفيش لمبة واحدة. انا مخطوف حرفيا. ربنا يستر. الوضع كالاتي. الفندق عنوانه غلط على booking.com. فاحنا تايهين في الضلمة ومش عارفين نوصل له. والست والراجل اللي معايا ما عندهمش رصيد يكلموا الفندق. مش عارف اعمل ايه. والمنظر بالظبط كده. طبعا اللي يشوف المنظر ده يفتكر ان الساعة مثلا واحدة بالليل ولكن الساعة لسه 8. واخيرا وصلنا للهوتيل. مش عارف الفيديو ده والفيديو اللي فات ليه دايما في مشكلة في الوصول للفندق. ولكن الفندق ده تقريبا حاجزينه بسعر $35 في الليلة. المفروض ان هو على البيتش. بس انا مش واكل من الصبح. مش عارف الاقي اكل ولا لا. وزي ما انتم شايفين المنطقة حوالين الفندق كانت عاملة ازاي. وكده دي المفروض المنطقة الحيوية. فهندخل ونقول بسم الله. الموضوع طلع كبير. طلع ريزورت كبير. والفندق فل. بيقول لي انت اخدت اخر اوضة عندنا. فحرفيا مفيش اوضة فاضية. مين بيجي اجازة في جامبيا؟ انا ما اعرفش. What is the most visit nationality? Like most people visit here? British, huh? This room? Yes. Very far from the beach. Okay. Ooh. At least it's cold. Allah, very good. What's important? حمام كويس. إذا أنا سعيد إنك تدفع $35 وتاخد ده بالفطار. Perfect. بكرة اليوم اللي هنستكشف فيه مدينة بنغول. عارف إن الفيديو طويل ولكن لو وصلت لهنا ادونا لايك وكومنت وادعوا لاخواتنا في فلسطين. ما تنساهمش دايما موجودين في قلبنا ومعاهم لحد ما ربنا يأذن لنا في اليوم اللي نقدر نحررها كلنا سوا مع بعض. صباح الخير. بص المنظر ده. مستحيل كنت اتخيل ان جامبيا ممكن تكون بالمنظر ده. طبعا انهار كتير زي ما قلت لكم كلها بتصب في المحيط. بس ايه الحلاوه دي. كلها اجانب قاعدين بيلعبوا رياضه وعايزين ينزلوا البحر وجايين ياجزوا. وصلوا للسويمنج بول. كل ده ب 30 او 35 يورو في الليله تقريبا بالفطار. واو مان. الشاطئ والشط فاضي مفيش اي حد. ولكن ده مش مكاني. انا مكاني في وسط البلد وفي الاسواق. هنغير بسرعه فطرنا نطلع نشوف الاسواق بتاعه المدينه دي لان هو النهارده بس اللي فاضل. الفندق فول زي ما انتم شايفين. انا هطلع في الغابه لوحدي. هحاول اشوف تاكسي. بصوا الشارع اخر الشارع ومفيش ولا عربيه بتعدي. فبجد المكان مهجور بشكل غريب. تاكسي اوفيس هي از ماي كار. يا اي وانت تو جو تو سيني جامبيا. سيني جامبيا ماركت. Market, yeah. No, I know. But yeah. I want to pay 200. If it's not okay for you, okay. Then I will find a way. Okay. Sini Gambia. Ah, Wolof. Deganga Wolof. Wolof me know. You know? No, I don't know.
You speak only English? English, French. English, French? Yes. Brian speak Wolof also, it's very good. It's, how do you say hello in Wolof? Assalamu alaikum? Nangadef, no. Nangadef. Assalamu alaikum, that's Islam. Islam. Arab, that's Arab. Yeah, I know. I'm yeah. Arab. Oh, you Arab? Yeah. Yeah, okay. Nangadef. 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 Wow. And how are you? All the same thing. Nangadef. Wow. I'm Nangadef like this. When I see you, Nangadef. Nangadef. Hi, how are you? Hi, how are you? Okay. Nangadef باللغة الورفية يعني ازيك عامل ايه؟ انا ما اعرفش وصلنا فين يعني ما فيش حاجه دي اكتر منطقه سياحيه انا كان عايز كنت عايز اروح منطقه شعبيه ولكن لقيت نفسي في المنطقه السياحيه والمنطقه السياحيه عباره عن شويه مطاعم ومطاعم فاضيه ما فيش حد الراجل كان بيدين رقم التليفون بتاعه رقم التليفون بتاعه هنا في البلد 6 ارقام فست ارقام يعني انتوا عارفين ده معناه دوله جامبيا تقريبا 2 ل 3 مليون بني ادم ولكن هي صغيره قوي فيعني رقم اصلا كبير على المساحه 10000 كيلو مربع مش اكتر خلينا نخش السوبر ماركت بسرعه نجيب حاجه وبعد كده هضطر اروح المنطقه الشعبيه ما اعرفش ازاي ولكن هدور على اي منطقه شعبيه نخشها لان انا ما عنديش غير يوم واحد وعايش شويه اشوف الشعب عامل ازاي هنا بصوا دي في حاجات مكتوبه بالعربي نكتار واناناس حليب كامل القشطه طويل المدى الورده عندهم استيراد كتير قوي من الدول العربيه اكتر حد هنا موجودين اللبنانيين والهنود الهنود كده كده موجودين في اي حته في العالم ولكن اللبنانيين في غرب افريقيا مسيطرين سيطره قويه يعني هم يملكوا معظم البيزنس الكبيره وبالذات المطاعم والحاجات المشابهه بكلورز بكلورز صنع في مصر كيس البكلورز طلع ب 40 يعني تقريبا بنتكلم في 30 جنيه مصري والله ونضفته بقى ليك قيمه كونتراس في الدوله دي غريب قوي دوله فاضيه ما فيهاش اي حاجه نفس الوقت السياح بيجوها كتير قوي شايفين المعديين ورايا دول سياح ماشيين في وسط الشارع الرئيسي ده الشارع الرئيسي بتاع البلد الراجل قلع التيشيرت وهي لابسه ماشيه بالمايوه في نفس الوقت دوله مسلمه والناس يعني فقيره يا عيني بتجري وراك في الشارع عشان تشتري منهم حاجه بنص دولار فالميكس غريب قوي الفلوس دي بتاعت السياح بتروح فين ولا السياح بيجوا ليه طالما هي البلد فقيره قوي فانا مش فاهم اي حاجه الصراحه بصوا الشوارع كلها عامله ازاي انا بتمشى لقيت ملعب الكوره اللي ورايا ده ملعب عباره عن كان جراج غالبا وحطوا عليه شويه رمله وحاطين فيه جونين وعملوه مكان للتدريب واتخيل ان كل الشباب دي كان لعيبه وعندهم مهارات جامده قوي كل حلمهم ان هم يتعرفوا وحلمهم ان الكوره هي اللي ممكن تغير حياتهم زي لعيبه كتير قوي بنشوفها في اوروبا اللي هو انا كنت جاي من منطقه فقيره حتى ما كنتش معايا فلوس العب كوره او اجيب جزمه او اجيب كوره ومن هنا لو هو لعيب يطلع اوروبا وحياته تتغير فاكيد لما بيشوفوا الامثله دي قدامهم كتير الكوره في افريقيا بالنسبه لناس كتير هروبهم الوحيد وتخيلوا من قدام ملعب الكوره ده ببص الناحيه الثانيه كده لقيت مول كبير قوي مول في المنطقه التعبانه دي والتراب ومرسوم عليه لوجو امازيغ فممكن جدا يكون واحد مغربي او جزائري او موريتاني او واتيفر حد امازيغي هو صاحب المول ده بصوا تروبيكال اوفر اول ده المول شكله حلو قوي قدامه جنينه بس قدامه بصوا عامل ازاي بجد غالبا دي هتبقى اغرب دوله زرتها في حياتي لان الميكس اللي فيها غريب ومش منطقي ومش مفهوم وما شفتوش في دوله تانية دوله فاضيه وما فيهاش ناس ولكن فيها مول بالحجم ده طب لمين يعني كل ده لمين خلينا نروح نشوف السوق الشعبي وناخد لفه سريعه وهنرجع الفندق من اكتر البلاد اللي الناس فيها بتفصل السواقين والبياعين وبيضغطوا على الناس بشكل غريب في الفلوس في ان هو يحاول يبيع لك اي حاجه حتى احنا دلوقتي بالعربيه داخلين جوه الملعب طلعنا من الملعب وي جو تو ذا ماركت ها لوكال ماركت ساراكوندا ساراكوندا لوكال ماركت ايه دي هاف ايفري ثينج ذير كلوز فود يس اي ويل هيلب يو فور ايفري ثينج اي نو اي نو ذاتس واي اي تيل يو جوين اند كومين نو اي دونت وانا ام اوكي جد صعبين قوي 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 يعني ما بيصدقوا يشوفوا حد ابيض او سائق عامه مش عايز تاكل مش عايز اكلك ابقى صاحبك الففك اي حاجه اي حاجه ف يعني شويه الموضوع مش سهل لكن احنا في الطريق اهو رايحين للسوق هنا بقى شويه احياء شعبيه في تكاتك في قرى يعني شويه في حياه يعني
ولكن برضه حاجة بسيطة، موضوع عشوائي جدا غريب. قربنا نوصل على السوق والراجل ده ما سكتش من أول ما ركبنا، لدرجة إن هو كان عايز يبيع لي يعني حاجات مدخنة. يلا مش مشكلة. حكايتك اهي. نزلنا من التاكسي الصعب وهي دي الحياة. أهلا بكم في جامبيا في بنجول، ولكن أنا مش في العاصمة بنجول، أنا في المدينة اللي جنب بنجول اسمها ساراكوندا. سواق التاكسي دي تقريبا فاكرين لما كنت في الجزائر وفي دول عربية بقول لكم سواقين التاكسي هي بتبقى فقرتي المفضلة في اليوم عشان بكلم معاهم. سواقين التاكسي هنا من أبشع سواقين التاكسي في أي دولة في العالم للأسف، يعني مع احترامي للدولة وللناس، ولكن السوق شكله لذيذ. أنا يعني ولكن الباصات اللي باخدها من الناس مرعبة، وفي بصوا جامع هنا صغير سبحان الله، جوامع في كل مكان. ممكن نخش نبص. السلام عليكم. السلام. بص المسجد مسجد جميل، الناس نايمة فيه، الناس فيه بتتوضع عشان تصلي. ها؟ سكوا يوتيوب. يوتيوب ها ها تيبي مو وي ايجيبسيان ايجيبسيان اه افريكان يو افريكان يو افريكان اه ايجيبسيان ايجيبسيان اه اوكي اوكي ثانك يو شكرا. هي مسلم هي مين؟ مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد. احمد. My name is احمد. محمد. ايوه محمد. يا. يا ما شاء الله. اذان. العصر. ما شاء الله. شكرا. اذان العصر اهو انا موجود في جامبيا. واو. يعني ربنا يستر معيش النضارة النهاردة عشان اصور لو حصل مشاكل، ولكن عندي احساس انه هيحصل مشكلة كبيرة لان انا الوحيد اللي في المنطقة دي، والناس بتبص لي بصات غريبة. الناس لحد دلوقتي طيبة. محترم معايا بعيدا عن سواقين تكاسي، ولكن عندي احساس ان حد هيقفش دلوقتي. انا هدخل السوق اللي قدامي ده ويمكن ما اطلعش بالكاميرا ويمكن ما تشوفوش الفيديو، مش عشان الناس دي مش كويسه، ولكن عشان السوق انا الوحيد الابيض فيه، فانا خايف اخش هنا، ولكن هخش احاول اصور لكم. شايفين السوق عامل ازاي؟ الو بصوا السوق عامل ازاي؟ سوق لذيذ والله. طب والله طلعوا لزاز، في حد سلم عليا. في سمك. اوه. This is fish. What kind of fish? Catfish. Catfish. It's like this. This is the color. Thank you. شفت السمكة الغريبة دي؟ ها؟ ها؟ English, English. What is your what is YouTube channel? YouTube. YouTube. Yes. YouTube. Yeah. My YouTube there. No. There. No. Okay. Thank you. There, no. Okay. No. Bye bye. Bye bye. يعني على قد ما هم مش عايزين، ولكن ناس محترمة محترمة والله ظلمتهم، ولكن من كتر خوفي ان انا الوحيد الاجنبي هنا ان حد يقول لي حاجه كنت خايف الصراحه وانا داخل. خلينا نتفرج على السوق شويه. سمك غريب، عندهم سمك غريب. No problem. No. طلعوني السكينة. طلعت من السوق الحمد لله من غير ما يحصل حاجة. في الأول كانوا لزاز وبعد كده اتعصبوا عليا، ولكن ده كان سوق خضروات وبتاع. أنا دلوقتي في سوق زحمة قوي، سوق بتاع قماش وبضاعة ومش عارف. في جيش وشرطة مش عارف إيه هنا. بصوا السوق عامل إزاي. بصوا الجيش.
دي بقى كده تعتبر رغم انها مش العاصمة ولكن هي اكبر مدينة في جامبيا. يعني هي دي المدينة يعني المدينة اللي عايش فيها اغلبية الشعب على عكس العاصمة. العاصمة عاصمة اقتصادية فيها السفارات وبس. كل حاجة في السوق هنا سوق جميل. انا ما اعرفش ازاي بعد ما حد طلع لي سكينة ما مشيتش، ولكن انا عندي اقتناع ان ده كان هزار. يعني ما اظنش ان هم كانوا ممكن يعملوا لي اي حاجة، كانوا بس بيحاولوا يخوفوني عشان امشي. الجيش وقفني، اتلموا عليا بتاع 7 ضباط، كانوا عايزين ياخدوا الكاميرا ويفضوا كل حاجة، عايزين ياخدوني على محطة البوليس بس عشان انا بصور السوق. بقول له انا واخد صورة تذكارية للسوق. في الاخر بكل الطرق حاولت ان انا اخلع، الحمد لله خلعت، ولكن التصوير صعب. في ضباط وجيش كتير قوي في الشارع، في كاميرات، ما اعرفش ايه السبب. فاظن كده كفايه على السوق ده، غالبا واحد من اصعب الاسواق اللي صورت فيها في حياتي. السوق صعب جدا، خفت يمسحوا كل حاجه ويشوفوا انا مصور ايه في السوق، رغم انها مصور منطقه عامه، يعني مش مصور حاجه حكوميه. بس بصوا المحل ده اسمه الحاج علي فانا شوب. في حاجات كتير شبه حاجاتنا لان هم مسلمين، بيستوردوا القماش والسجاد واللبس من عندنا وبس. وده مسجد تاني كبير قوي هناك. رجعنا للحياه اللي بحبها، التكاتك. بس التوك توك هنا عندهم كبير قوي وليه بيبان، يعني بيبان وترباس كمان. بصوا انت تتكلم العربيه يا عمي، يا اهلا بك. كيف تعلمت العربيه؟ قرات قليل في المدرسه. نعم. بتكلم عربي؟ واو، عربي كثير في جامبيا. نعم كثير. انت مسلم؟ نعم اسمي محمد. انا احمد. ما الفرق بين محمد واحمد؟ نفس الشخص، نفسه. انا من مصر، تعرف مصر؟ اسمع. ايجيبت. محمد صلاح. عارف. ما شاء الله. اوه توك توك في اي بي كبير. عظيم الفرق ما بين سواقين التكاتك وسواقين التكاسي. راحه نفسيه غريبه. سواقين التكاسي كانوا يعني فيري بوشي، ولكن الحمد لله الراجل ده محترم، نظيف، كويس. هنحاول نظبطه لان اصلا بيطلب اقل من بتوع التكاسي، وحرام يا عيني، محترم عنهم بكتير. بصوا جمال جامبيا بقى. جامبيا جميله ما شاء الله، جميله. حاسس نفسي في جنوب الهند بالجمال ده، ونفس المنظر بالظبط. محيط على انهار على اشجار وخضار كتير. يس هير. نهر النيل في مصر. نعم. تعرف عنه؟ لا اسمع فقط. تسمع عن نهر النيل؟ نعم. تعرف ماذا تعرف عن مصر؟ لا اعرف شيء عن مصر. لماذا يا اخي؟ اوكي تفرج عن مصر على اليوتيوب. اوكي ايوه ما في. مصر بلد جميل. نعم أيوة. وجنبها بلد جميل. أيوة. شعب طيب. رجعنا للاوتيل. حيث الحياة التي لا تمت للواقع الجنبي، بس الحياة مختلفة. حتى في ناس جنبيين كتير قوي في الاوتيل، ولكن جنبيين عايشين برا، عايشين في امريكا وعايشين في انجلترا كتير. وبصوا المحيط الاطلنطي looks beautiful. جميل الصراحة، جو جميل. ولكن النهاردة اتأخرت مش هلحق انزل. ننزله بكرة في اخر يوم لينا في افريقيا، واخر فيديو لينا في افريقيا. الفترة الجاية في تنوع في الفيديوهات كتير، في دول كتير. خليكم متابعينا، ادعوا لاخواتنا في فلسطين، ما تنساهمش. دايما القضيه في قلوبنا وفي دماغنا، حتى لو الموضوع هدي ما ننساهمش بالدعاء اهم حاجه. وربنا يرحم كل الشهداء. واشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تدعمونا كالعاده، فاضل حاجه بسيطه قوي على 500,000. يلا بقى قربنا. سلام.